الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان ولدهر الدور كلها أمين. كل سنة وأنتم طيبين. عيد القديس يوحنا عيد مفرح. ربنا شاء وأراد إن مناسباته تكون في أيام فرح. له عيدين في السنة، عيد نياحته في 4 طوبة، وده يأتي ليوافق عشيته النهاردة في الفترة ما بين الميلاد والختان، وطقس صلاة الكنيسة بيبقى فريحي، فبنحتفل بيه بلحن الفرح والابتهاج. العيد الثاني بيبقى في 16 بشمس، وغالبا يأتي في فترة الخمسين المقدسة، نادرا ما يأتي في بداية صوم الرسل، وبالتالي برضو بنحتفل بلحن الفرح، فهو عيد مبهج ومحبوب. القديس يوحنا من أهم ما تميز به حبه للمسيح وإعلان حب الله للبشرية، وربط الاثنين ببعض، يقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا إيه أولا. الإنجيل بتاع النهاردة يقول لنا ثمار المحبة دي يكون الايه، يقول ان ثبتتم في كلامي فيكون لكم ما تطلبوا، كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. اول حاجة يبقى لينا دلة عند ربنا وطلباتنا تكون مستجابة، إن اللي يثبت في محبة ربنا من الأصل هيطلب طلبات جيدة، لكن اللي ما بيبقاش ثابت في محبة ربنا ينطبق عليه القول يقول تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رديا. ليه محبة الله بتبقى مش موجودة؟ لكن متى وجدت محبة الله فبتكون الطلبات طلبات جميلة، وبالتالي تكون مستجابة وينطبق عليها طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يقول اثبتوا في محبتي. ازاي نثبت في محبته؟ في ترمومتر بيبين، مصل الكلام سهل، واحيانا الواحد يخدع نفسه يقول انا بحب ربنا. طب هو ادانا ترمومتر نقيس بيه المحبه دهيت، هو ايه؟ قال ان حفظتم وصاياي تثبتوا في محبتي. ان حفظتم وصاياي تثبتوا فين؟ في محبتي. الثبات فيه بيخلي طلباتنا حلوة ومستجابة. حاجة تاني بيضيفها هنا جميلة قوي، يقول ايه؟ يقول كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يبقى هو من محبته لينا
عايز يفرح بينا ويفرح بينا لما يكمل فرحنا. عارفين زي الأب والأم بيكمل فرحهم إمتى؟ بسعادة ولادهم وفرحهم، بيبقوا عايزينهم ناجحين وموفقين وبصحة ونجاح. يكمل فرحنا بيهم لما هم يبقوا فرحانين، عشان كده يقول يثبت فرحي فيكم ويكمل ايه؟ فرحكم. ودي من اجمل ثمار محبة الله، وتلاقي الثمار ديت مترابطة. عشان كده في غلاطية 5 لما يقول اما ثمر الروح، يعددها كده كل واحدة توصل للتانية على طول، يقول محبة، المحبة تدي ايه؟ فرح، تدي سلام. ان لو في محبة بيبقى في سلام، لو في محبة الناس ما تزعلش من بعض، كل شيء وكل موقف يفسروه بمحبة، فيبقوا عايشين دايما في سلام. اي شيء اي موقف يفسروه طالما في محبة، فبيبقى التفسير مبني على المحبة دهية. فتلاقي الإنسان ما يفقدش سلامه أبدا. فعشان كده التلاتة مرتبطين ببعض، محبة، فرح، وسلام. اللي عنده محبة بيبقى فرحان، اللي عنده بغضة هو اللي بيبقى في نكد وبياكل في نفسه. ولما بيبقى محبة وسلام تلاقيه، محبة وفرح تلاقيه يبقى في سلام، عمره ما يزعل من حد ويلتمس العذر اللي قدامه، لأن زي ما بيقول الكتاب المحبة تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، ولا تطلب ما لنفسها. فلما بيكون في محبة فعلا تبص تلاقي الواحد ايه؟ ما يزعلش وما يفقدش سلامه. في يوم من الايام واحد يلاقي نفسه بيفقد سلامه، يبقى فيه ما فيش فرح ويتحول لكآبة، يعرف على طول ان محبة ربنا في قلبه مش كاملة. لان لو كاملة ما كانش ابدا فرحه يفقده، كل شيء يفسره بايه؟ بمعنى يتفق مع الحب. عشان كده في المثل حتى البلد يقولوا حبيبك يبلع لك الزلط. ممكن مهما عمل تبص تلاقوا ايه؟ زي العسل على القلب كده، يعني ايه؟ ما يتضايقش. لكن لما يكون في بغضة يقول عدوك يتمنى لك الغلط. حتى لو حد بيتصرف تصرف فيه محبة، الروح البغضة اللي في قلب الإنسان تحول حتى المحبة دي لإيه؟ تفسرها تفسير ملتوي، تخلي الإنسان يفقد سلامه ويفقد فرحه ويفقد محبته. القديس يوحنا اتكلم في الموضوع ده بتفاصيل كبيرة جدا جدا، وكان هو الحقيقة مثل أعلى في هذا الأمر. كان يجمع بين الحب والفرح، وفي نفس الوقت ابن الرعد. مرة دخل كان في حمام عام، وبعدين هو كان فيه، ودخل واحد هرطوقي فقال اخرجوا، يلا نخرج بسرعة لألا غضب الله يحل على الايه؟ على المكان. يجي في الحاجات اللي تخص الايمان والمبادئ الايمانية تلاقيه ياخد موقف حازم قوي، كان بيعرف يميز،
يقول مثل هذا لا تقبلوه في بيوتكم ولا تقولوا له سلام. مرة كنت في الدير وجم ضيوف كده، ففي اتنين سيدات متوسط العمر بيسلموا عليا وبيتكلموا، فبتعرف عليهم بقول لهم انتوا من كنيسة ايه؟ فقالوا لي اسم المنطقة، فبقول لهم في المنطقة دي فيها كنايس كتير، فبقول لهم لكن انتوا في كنيسة ايه فيها؟ فبصيت لقيت واحدة منهم انفعلت كده ومسكت ايدي وقعدت تشد عليها، قال انتوا بتكرهونا ليه؟ انا عملت لها ايدي، انا عارفة انكم ما بتحبوناش، الكتاب بيقول نحن انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الاخوة. اهم حاجة المحبة. ومين اللي قايل الآية ده؟ هي القديس يوحنا. فأنا فهمت، فقلت لها بس بصراحة بقى الكتاب ما قالش نحب الإخوة بس، ده قال كمان أحبوا أعداءكم. ده احنا بنحب ايه؟ أعداءنا مش إخواتنا. لكن في فرق بين ان أحب عدوي وان فكري يبقى زي فكر عدوي. في فرق ان احب عدوي وسلوكي يبقى زي سلوك ايه؟ عدوي. والقديس يوحنا نفسه اللي قال كده هو اللي قال ايه؟ مثل هذا لا تقبلوه ولا ولا ولا. فهو الحقيقة القديس يوحنا شخصية جميلة تحتاج ان الانسان يتأمل فيها كتير. في التعليم اللي ربنا اعلنها ليه، وفي نفس الوقت في التطبيق اللي هو عاشه ونفذه في حياته. ازاي الواحد يبقى جامع بين الحاجتين بصورة جميلة؟ ده كان بيتمتع بيه القديس يوحنا. عشان كده ربنا اعلن له حاجات كتيرة 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 قوي. يمكن اكتر كلام لو جبنا البشاير كلها نلاقي كلها اعمال لربنا يسوع المسيح. التعليم محدودة، يمكن الموعظة على الجبل خدت حقها شوية في متى 5 وحواليها، لكن نيجي زي الحديث الوداعي اللي كان ليلة الجمعة الخميس، أورد حديث طويل لربنا يسوع المسيح في منتهى العمق على المستوى اللاهوتي وعلى المستوى الروحي. يحتاج إن الإنسان يعيش فيه ويغوص طويلا. قال الذي أحبه أظهر له ذاتي. ولانه كان يحب السيد المسيح له المجد كانت له اعلانات كثيرة، لدرجة استطيع ان اقول ان كل العقائد المسيحية الكبرى ممكن نعتمد في برهاناتها على كتابات القديس يوحنا، سواء التجسد، الفداء، لاهوت المسيح، الشفاعة، الحياة الأخرى. ده في حاجة لم تأتي إلا في كتابات القديس يوحنا فقط لا غير، وهي مفهوم الحكم الألفي اللي بيسيء فهمه إخواتنا البروتستانت. لم يتحدث أحد عنها غير القديس يوحنا. الموت الاول والموت الثاني، القيامة الاولى والقيامة الثانية، تفاصيل عميقة
دخل فيها بإعلانات إلهية له لم يتحدث أحد بها من الرسل الآخرين غير القديس يوحنا فقط لا غير. دايما أما بنحتفل بيه بنبقى في عشية، الوقت محدود وفي ناس عندها ارتباطات كتير فبيبقى ملتزمين بالوقت، لكن إلى حد ما كل مرة بنحب نلقي ضوء ولو بسيط على جانب من جوانب هذه الشخصية العظيمة. يكفي ويكفيه فخرا وفرحا أنه التلميذ الحبيب الذي كان يسوع يحبه. دي وحده كافي ان يجعلنا كلنا نحبه ونقدره. يكفي ان نلقى كرامة كبيرة ان العذراء بقت امه وهو ابنها، كرامات كثيرة نالها هذا الرسول العظيم. علشان كده احنا بننتهز الفرصة في تذكاراته المقدسة نلتف حوله ونذكره ونتذكره ونتشفع به، لأن إن كنا لنا ضعفات كثيرة تجعلنا نخجل أن نطلب من الله بعض الأمور حيث نشعر أننا غير مستحقين، ولكن بتبقى فرصة لمثل هؤلاء القديسين العظام أن نكرمهم فيتذكرون أمام عرش النعمة ويتشفعوا من أجلنا ومن أجل ضعفاتنا، لأنه قال الذين أكرم الذين يكرمونني، وقال لتلاميذه القديسين من يكرمكم يكرمني. فإحنا دلوقتي لما بنكرم مثل هؤلاء القديسين الأبرار إنما نكرم الله فيهم، نكرم الفضيلة فيهم، نكرم القداسة فيهم، نكرم فيهم محبة الله التي عاشوها بأصالة وصدق وعمق. الله قادر أن يسمع ويتقبل شفاعة هذا القديس من أجلنا كلنا، من أجل الكنيسة في كل مكان، من أجل بلادنا مصر، من أجل كل الحاضرين النهاردة وبيحتفلوا بتذكاره. إحنا هنخلص العشية وبعد كده هنقول لكم هل هيكون، وهنحاول يكون الوقت يعني بسرعة شوية عشان ما تتأخروش، ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا لمجد الدائم إلى الأبد آمين.